ويسعدني ليكون معايا رئيس اذاعه الشرق الاوسط الاذاعيه الكبيره دلال الشاطر. بقول لحضرتك مليون مبروك على الدوره الجديده من المهرجان. يا اولا دي مش الدوره الاولى الجديدة ولا يعني اوسكار الشرق الاوسط بقاله 30 سنه ما شاء الله. هو يمكن الحفل توقف في 2010 واحنا يعني رجع السنه دي، وبتمنى انه يستمر وسيظل اوسكار الشرق الاوسط ان شاء الله على مدى الاجيال اللي جايه كلها يقدم يعني باحلى مستوى ان شاء الله. ان شاء الله. التوقف كان ليه بقى؟ يعني تقريبا 6 سنين توقف. اكتر من 6 لظروف سياسيه، لانه شيء طبيعي انه لما توقف في 2010 كان بدات ظروف تختلف، فكان الاوسكار يعني مش عايزه اقول انه الحفله كان بيبقى في صعوبه انها تتقدم، لكن الحمد لله رجعت. الحمد لله. الحمد لله. الدوره بقى 30 السنه دي، الجديد فيها ايه؟ ايه اكتر حاجه كنت حريصه انها تكون موجوده في الدوره دي؟ هقول لك الحب. الحب هو اللي وصلنا النهارده ان احنا نعمل ده بمجهود كل الزملاء والزميلات في اذاعه الشرق الاوسط. وقفوا وقفه رجاله، ها، ان هم كان عندهم اصرار شديد جدا ان هم يقدموا ويرجعوا الحفلة. الاستفتاء ما كانش سهل، المنافسة بين النجوم المبدعين كانت صعبة جدا، خاصة ان الاعمال الفنية الدرامية التلفزيونية في تنافس كبير وفي تقارب في المستويات. كان في ونوس وجراند اوتيل وفوق مستوى الشبهات، الثلاثة كانوا على القمة فعلا. الثلاثة كان في تنافس بينهم شديد جدا. يمكن هنلاحظ حتى انه النجمه الكبيره يسرى واخده احسن نجمه في الدراما التلفزيونيه عن فوق مستوى الشبهات. نيجي نلاقي يعني الاسطوره محمد رمضان اخذ احسن نجمه على دوره في الاسطوره. وطبعا محمد رمضان التحق بالجيش فمش هيكون معانا للاسف النهارده، يعني هيتسلم الجائزه اخوه ان شاء الله. لكن لازم نحييه على دوره الوطني اللي بيأديه دلوقتي، زيه زي اي شاب مصري الحقيقه، يعني بيقدم قدوه ومثال يحتذى به، مش كده؟ شيء طبيعي طبعا، الواجب الوطني وده احساس قبل ما يبقى اي حاجه. وبعدين يعني احنا بنلاحظ الاعمال اللي تم تقديمها السنه اللي فاتت واللي دخلت المنافسه معانا كلهم متميزين. يعني يسرى كانت متميزه جدا، القدير يحيى الفقراني هو اخذ احسن نجم مسرحي على ليله من الف ليله، وهو متميز جدا اذا كان في الدراما التلفزيونيه او في على خشبه المسرح. ملك الجائزه على دوره في مسرحيه ليله من الف ليله وليله. طب امال مين بقى اللي خد جائزه افضل نجم؟ خدتها نجمه الشابه هبه مدش. طيب خلينا نتكلم عن افضل نجم بقى تلفزيوني، يعني الجائزه راحت لمين؟ لا هو ما انا قلت لحضرتك محمد رمضان اخذ احسن نجم، لكن النجم احمد حلمي والنجم منى زكي اخذوا احسن نجم ونجمه في السينما. وطبعا ما ننساش تامر حبيب، طبعا هيتكرم النهارده سيناريست طبعا المتميز عن دوره في عن عمل جميل جراند اوتيل. جراند اوتيل محمد احمد شاكر خضير نفس الحكايه. كان في كمان من المتميزين جدا تتر فوق مستوى الشبهات، يعني اللي فاز بيها طبعا محمد رشاد. ده بالاضافه طبعا للشاعر الرقيق جدا ايمن بهجت قمر، اخذ احسن كاتب من خلال السينما. وفي هادي الباجوري، واحسن فيلم على فكره كان هيبتا السنه دي في 2016. جميل، عوده للرومانسيه الجميله اللي افتقدناها. يعني فعلا زي ما بقول لك الاعمال كانت محيرانا لولا الاصوات هي اللي فرقت، بس يعني فعلا كان في اصوات
كان فرق كبير جدا، وفي أصوات كانت متقاربة، لكن في النهاية اتحسمت. طب مين بقى اللي بيحسم الـ الأصوات، الفرق البسيط اللي بيحصل ده؟ شوف هقولك حاجة، الحمد لله أنا يعني راضية إنه الفرق لو حتى 5 أصوات اللي جاب الأعلى هو اللي بيطلع. يعني هل هيتم الإعلان عن عدد الأصوات ولا مجرد بس الفائز؟ صراحة ما يعني مش عدد، لكن كفاية إنه نجومنا كلهم الحمد لله اللي فازوا معانا، كل نقاد اللي عرفوا النتيجة كانت نتيجة بالنسبة لهم متوقعة. خلينا نعتب على حضرتك بقى، لأنه الدراما الإذاعية هي الرائدة قبل الدراما التلفزيونية حتى، فليه ما فيش جوائز للدراما الإذاعية؟ إن شاء الله السنة الجاية هنضيف البند ده. إحنا يعني أنا ما بحبش ندخل في منافسة يعني، لكن من الحاجات اللي إن شاء الله هتضاف إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في أوسكار الشرق الأوسط 2017 إن شاء الله. مدعين الإذاعة أولى مش كده؟ طبعا. لا يعني مش حكاية بلاش حتة أولى دي، يعني خلينا إحنا كلنا الأعمال اللي بتقدم للمستمع، والأعمال كلها الحمد لله أعمال متميزة، فأنا ما بحبش أفرق أبدا بين الإذاعة وأي مجال آخر، إذا كان سينما مسرح. نعم. هي بس إيه في حساسية عشان ما يتقالش بس مش أكتر. طب كلميني بقى عن برنامج الحفل النهاردة، هيكون عبارة عن إيه؟ هنشوف إيه مبهر هيمتعنا النهاردة؟ لا خليها مفاجأة بعد إذنك، ما إحنا مش على الهوا. لا يعني هو طبعا الأساس عندي هو توزيع أوسكار الشرق الأوسط، في جو فرقته شوية فن هتقدم فقرة في البداية، إن شاء الله في المطرب الجميل بلال الشيخ هيقدم فقرة، عندي الشاعر الجميل ابن الشرق الأوسط بخيت بيومي هيقدم فقرة وشعر جميل هتسمعوا منه، يعني هيكون في أكتر من حاجة. ده بالإضافة طبعا لأن محمد رشاد وعدنا إن هو هيغني، ونجم التلحين الموسيقار عمرو مصطفى اللي فاز أحسن ملحن هو كمان هيقدم حاجة، فخليها بقى يعني هنسمع بقى مقدم الحفل بقى مين. يعني أنا بشكر الفنانة الشابة ميار الغيتي وأمي الغيتي الاثنين إن شاء الله لأول مرة بيجتمعوا مع بعض، فدي حاجة جميلة. أنا وجماعتي حي حضرتك عليها طبعا. شكرا ليك. طبعا بتمنى لحضرتك كل التوفيق، وخلينا ندخل مع حضرتك يعني قاعة الاحتفال ونحتفل معاكي بأوسكار الشرق الأوسط. كل سنة وانتم طيبين.